اولا اشكركم على الاستضافه، واود في البدايه ان نوه المجهود الكبير المبذول من طرف معهد منتدى بدائل الدراسات الصحراويه والاندلس بتنظيم هذا اللقاء في هذا الظرفيه الزمنيه المهمه جدا، الا هو شهر مارس، على اعقاب الاحتفال بيوم 8 مارس ديال اليوم العالمي للمراه، واختيار مدينه العيون لها اكثر من دلاله. اولا نود من خلال هذا اللقاء في مدينه العيون ان نسائل حركات نسائيه والمجتمع المدني فيما يتعلق بالحقوق ونهضه الحقوق النسائيه، وثانيا هي فرصه للتعرف والوقوف على مجموعه من الاعراف والتقاليد والقيم والمبادئ اللي هي موجوده في جنوب المغربي في الصحراء العزيزه علينا، واللي هي كتكرس منذ عقود خلت قفزات نوعيه متميزه فيما يتعلق بحقوق النساء. اذا هي فرصه للتعرف على مختلف هذه الاعراف والعادات والتقاليد والقيم الموجوده في هذه المنطقه، وفي ان واحد مساءله المنظومه القانونيه في علاقه بالمرجعيات الدوليه انطلاقا من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المراه خلال متعدد الاسباب. اولا خليني نذكر على انني تمنت واكدت على ان المجهود الكبير اللي مبذول في بلادنا من اجل ملائمه المنظومه القانونيه مع المرجعيات الدوليه كمحطه اولى منذ مطلع التسعينات في عهد المرحوم الحسن الثاني، حينما انطلق مع هذه الملائمه في علاقه بحقوق الطفل، وبعد ذلك اصبحنا نتحدث مع دستور 2011 عن اولويات الاتفاقيات الدوليه على القوانين الوطنيه. اذا اليوم هذا التثمين لا بد من التأكيد عليه. بعد ذلك سنقول على أن بعد الملائمة والارتقاء بالمنظومة القانونية وجعل الآليات الدولية والقواعد المعيارية لها صدرًا على مستوى المنظومة القانونية، نكون أمام إشكالية التنزيل وفعلية الحقوق. وهنا الأمر قد يكون مختلف بين مناطق المغرب جنوبا وشمالا ووسطا وشرقا وغربا، انطلاقا من ترسب أولا الأعراف والتقاليد لدى المجتمع المغربي، وأول من يوجه له المسألة هي ضرورة العمل من أجل ليس غض الطرف عن هذه الأعراف والتقاليد والموروط، وإنما التفاعل الإيجابي مع المتغيرات التي تحدث على مستوى المكونات المجتمعية ديالنا وعلى مستوى المجتمع ككل. اليوم المجتمع المغربي كيتوفر على التكنولوجيا، على الهواتف سمارتفون، على قنوات تلفزية، هناك واحد الانفتاح. إذن أول شيء هو نحن في حاجة لنقاش مجتمعي، وهذا اللقاء هو يدخل في هذا المجال، نقاش مجتمعي من أجل الارتقاء بالأفكار في علاقة بالحركية الحقوقية في علاقة بالمرأة. ثانيا على مستوى المؤسسات، لنأخذ كمثال القضاء المغربي، وسؤال مطروح إلى أي مدى استطاع القضاء المغربي أن يتفاعل إيجابا مع الثورة التي حققتها مدونة أسرة في 2004 كمحطة أساسية، وهل استطاع القضاء المغربي أن يفعل كل تلك البرامج التي انتهت لها اللجنة الملكية والتي تمت المصادقة عليها من طرف جهة الملك وبعد ذلك من طرف البرلمان المغربي. قضايا عديدة مطروحة، سواء تعلق الأمر بتنزيل نصوص مرتبطة بمسطرة الشقاق، أو فيما يتعلق بالمتعة لفائدة المرأة، أو فيما يتعلق بالحضانة، أو فيما يتعلق بالحقوق. هذا جانب أول. الجانب الثاني، صحيح أن ما يمكنناش نحمل القضاء المغربي أكثر من طاقته، لأن هناك قصور في بعض النصوص، وهذا اللي كيجعلني كنرجع ولا تسعفه النصوص. وأظن على أن المرجعية ديالنا الآن بشكل واضح هو الخطاب الملكي لصاحب الجلالة في يوليوز 2022، اللي من خلاله أكد على أن مدونة الأسرة اليوم هي في حاجة أولا لكي تلائم مع دستور 2011 خاصة الفصل 19 في علاقة بالمساواة والمناصفة، ومدونة الأسرة هي في حاجة لمراجعة، لأن هناك قضايا بانت على أن هناك قصور كبير في علاقة بها. لنأخذ كمثال مسألة الولاية، ولاية الأب على الأطفال ديالو، اللي كتجعل النساء والأمهات المطلقات أو الحاضنات الأطفال أمام مشكل كبير وعويص، هو أن الولاية الأب، وما كيمكنش بهذا المنطق أن يكون للمرأة أي حق
سواء في نقل الاولاد للمدرسه، سواء فيما يتعلق بمجموعه من الجوانب. اذا اليوم هذا مظهر مظاهر القصور، ناهيك عن باقي مظاهر القصور الاخرى التي ابان عليها التطبيق والتنزيل العملي، والتي ربما على مستوى النقاش العمومي وعلى النقاش المجتمعي وبعد ذلك على المستوى البرلماني ستؤدي الى مدونه جديده بعد عقدين من الزمن تتماشى مع الانتظارات لفائده المجتمع. وخلينا نقولوا باش نوضعوا الامور في نصابها، اليوم نحن نتحدث عن مدونه اسره، وحينما نناقش قضايا المتعلقه بالمراه ليس معنى هذا على انها ضد جهه معينه وخاصه الرجل، وانما المساله هي مرتبطه باسره مكونه من رجل وامراه واطفال. ونسعى من خلال تطوير منظومه مدونه الاسره هو ان نمكن هذه الاسره من امكانيه الاستمراريه، من امكانيه التمتع بالحقوق. وهنا من القضايا ايضا التي تطرح هي الأموال المكتسبة خلال مرحلة الزواج. فإذا كانت مدونة الأسرة في 2004 سمحت بإمكانية تحديد نوعية الذمة المالية لطرفي العلاقة الزوجية بين انطلاقا من العقد، وتحديد عقد في علاقة بتدبير الأموال المكتسبة بعد الزواج. فهنا هذا الموضوع كيثير أكثر من إشكال على مستوى التنزيل العملي اللي كيجعل النساء أثناء النزاع أمام القضاء أمام مشكلة إثبات حول هذه الجوانب المتعلقة بما قدمته المرأة وما تم اكتسابه حتى من طرف الزوج. ونتناسى على أن هناك نظريات عرفية وتقليدية على المستوى الوطني اللي تاريخ ديالنا وبلادنا كتزخر بها. يكفي أن أذكر بنظرية الكد والسعاية لمنطقة الجنوب اللي كتعطي للمرأة حقوق انطلاقا مما تقوم به من خدمة داخل البيت وتربية الأطفال وغيرها من الأشياء اللي كتجعلها على أنها بهذا المجهود ديالها في البيت كتعطي واحد النوع من الإمكانية لتحقيق الثروة داخل البيت. فاليوم ما يمكنناش اليوم نغمضوا عينينا مادام ان هناك معيقات تفعيل هذه النظريه ومعيقات تنزيل حقيقي لمضامين مدونه الاسره في علاقه بهذه الجوانب المرتبطه بحالات مع كل اسف انفصال العلاقه الزوجيه. لذلك نقول على ان مدونه الاسره اليوم من خلال هذا اللقاء، وكما بدا واضحا بانه نقاش فيه وجهات نظر متعدده، وهذا هو الجميل على مستوى النقاش. لا ندعي بان من خلال لقائنا اليوم ان هناك مواقف موحده، وانما مواقف متعدده. اكيد اكيد، فالمجتمعات او العينات الموجوده على مستوى اللقاء اليوم كتبين على ان هناك اختلاف في وجهات النظر، وهذا الاختلاف في وجهات النظر الجميل على انها موجوده في كل الاطياف. واليوم نحن نطرح النقاش لكي نجعل إمكانية نضج النقاش على المستوى المجتمعي وبعد ذلك على مستوى مختلف الفرقاء والأطراف على المستوى الوطني، لأن الغاية ديالنا هو أن بلادنا تبقى دائما في ريادة على مستوى التطور والتحول اللي كنعيشوه. والجميل جميل جميل هو أن لاحظوا معي غير وتيرة التحول في بلادنا. كنا نتحدث عن مدونة الأحوال الشخصية في 1957 غداة الاستقلال، بلادنا يالله خرجت من الحماية تمكنت بلادنا من مدونة أحوال شخصية لم يتم تعديلها إلا خلال محطتها في 1963 في عهد المرحوم الحسن الثاني، كان تعديل طفيف أولي. 1957 1993 2004 مدة زمنية طويلة جدا، واليوم نتحدث بعد عقدين من زمن 20 سنة من تجربة عن إمكانية التعديل. إذا معنى هذا أننا اليوم أصبحنا نسير بوتيرة أسرع فيما يتعلق بالمطالبة بالإصلاح والتغيير. لكن اللي بقى لنا هو أن كما أشرت له من خلال المداخلة هو أن هذه الوتيرة الأسرع على مستوى المطالبة بالتعديل ينبغي أن تصاحب بوتيرة أسرع على مستوى تفعيل التعديل، لأن نلاحظ أن هناك هطر من الزمن فيما يتعلق بالقضايا عديدة على المستوى الوطني. أتذكر النقاش الذي طرح حول الإجهاض 2016، منذ 2016 الآن ليس هناك تعديل. أتذكر أن خطاب صاحب الجلالة منذ 2022 ليس هناك نقاش. إذا ما أخشاه هو أن مثل هذه النقاشات أن تطول وأن نفوت فرصة التصحيح والإصلاح من أجل الارتقاء بالمجتمع ديالنا، خطوات مهمة جدا، لأن في نهاية المطاف الأسرة الغاية ديالها الأساسية هو أن نوفر أجواء مثالية لأطفال يتم تربيتهم في فضاءات تمكنهم على النمو بشكل سليم وعلى التطور بشكل سريع. وهذا الأمر ممكن له يتحقق
إلا إذا تضافرت جهود مختلف الفعاليات. نحن اليوم نؤمن على مستوى مختلف المنظمات الحقوقية والجمعوية ومؤسسات الحكمة من ضمنها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، والأحزاب السياسية والفرقاء الاجتماعيين عليهم أن يساهموا جميعا في مثل هذه النقاشات لنجعل مسألة التعديل من أولى الأولويات في بلادنا من أجل الانتقال لباقي القضايا الأخرى اللي تم طرحها اليوم من قبيل التمكين الاقتصادي، من قبيل المجال المتعلق بالشغل، من قبيل الجوانب المتعلقة بحماية حقوق المرأة في مختلف المجالات الأخرى.